السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان. اليوم بغيت نفرغ عليكم قلبي، وبغيت نقول لكم الحقائق ديالنا. بزاف ديال الحوايج نبين لكم حنا فين تنعيشو، فين هنا وفين ملي. سنقول لكم انا اول حاجة هاي مرتي مريضة مع الديز، حتى باش نسري لها الدواء مع الديس، حتى باش نسري لها الدواء. علاش؟ الخدمة ما قيساش، أنا عندي مسؤولية والو الخدمة ما قيساش. عيت ما نقلب، عيت ما نقلب، طبس بالتقلاب. هي قالوا كورونا، كورونا كانت، هي كورونا كانت، ولكن كورونا هي دابا شوية قد يطلق. كون عيط ليا بعدا شي واحد ديباني راسي وديباني مراتي معايا، واش انا ما لاقي لا خدمه لا والو، لا اله الا الله، ما قيت حتى حاجه، ما قيت والو. دابا وخيب لكم الدار، هذا الدار مسي ديالنا، ديال واحد الناس تعاونوا معنا، قالنا اجي نريحوكم واحد الصهيب، ما قلبتش على خدمه والخدمه ما قيتهاش. وهاد الناس هادو قالوا لينا نهار الاثنين، هذا الجاي قال لنا تعطيونا سواتنا، يا الله فين غنريح انا وانا وجبت الناس هذا. والله ما عندي في الريح دابا، دابا راه عام تال الزنقة، معديش فين غادي ندير، معدي بزاف ديال الحوايج. كنا باغي نمشيو نكريو، دابا بزاف ديال الناس تيقولوا واخا إلا دوك الناس راه اليوتيوب، ما يوتيوب، اليوتيوب مرة أشهر أو صغرين لا، فهمتو؟ ما تيجيناش بزاف. والنهار اللي جانا وداك الشي قلنا باغي نمشيو نكريو، شنو وقع علينا؟ مشينا حنايا شفنا أبارتومون عجبتنا، هادي مشينا جبدنا الفلوس من البنك، كما الناس. مشينا ركبنا في طاكسي، ملي وقيلا خلصنا بغينا نخلصو السيد من الطاكسي، لقينا الفلوس طاحت لينا. وعرفتي لا اله الا الله، دابا زيرو درهم عندنا، والله الا زيرو درهم. تقولو دنيا احسن، مصورين مرونين حنا. لا دابا تنقول لكم، دابا حنا طاحت لينا، حنا دابا زيرو درهم. يلاه غادي نديرها؟ هما قال لك نهار الاثنين غايقول لك سيرو طبروا على راسكم. يلاه فين غنعيش؟ فين غندير؟ والله الا بغيت ما نخدم، بغيت المعاونه نخدم، غنخدم بعدا ونلقى بعدا واحد صار ديال الكرا ولا شهرين. ما خدمت انا والله، انا ما قلت الخدمه، عييت عندي ديبلوم، عندي عييت ما نقلب، عييت ما ندير. او بزاف هادشي بزاف. او كي غادي ندير انا؟ والله هي مريضه ملي طاحت لينا الفلوس، هاهي بقات هكا مريضه، طاحت كاع هي كاع السخانه وكلشي تحرك فيها، كرهت العالم ولي فيه، كرهت كلشي، كرهته. ما قينا شكون اللي يوقف معانا دابا؟ اي ناس تيقولو دوك واخا لاباس عليهم، دوك راه بخير، راه ناصطين، وما حنا في القناه ديالنا كنا مريحين عند الناس، فين تنديرو دوك فيديوهات. امشي حنايا زعما كاينين الناس ما بقاو كاع باغيين ندخلوا عندنا، وداك الشيء علاش؟ حيت المحتوى ديالنا، حتى انا ومراتي ما بغيناش نديرو شي محتوى زوين. انا كون كانت عندي زعما بقيت خدمتي وبقيت زعما دار في نكري، ندير محتوى بزاف وندير افلام قصيره وندير ناسس هذاك الحياه ديالي. قلت انا مريح الناس، كي غادي ندير لهذاك الشيء؟ وبزاف ديال الناس ما بقاوش يدخلوا لاشين ديالنا، حتى هذاك المحتوى ديالنا ما بقاش صالح، ولا ما عرفتش. حنا بنادم من الديبار حقد علينا، والله لا اله الا الله، والله ما يحسبك الله سبحانه وتعالى. والله ما كاينه، كاين حتى كاع زيرو ديالها. انا مراتي مريض عيانه، بغات ترد وما عندناش باش تشري الدواء. دابا نقولوا اليوتيوب، يوتيوب زادنا داك الشويه، هادي واحد دابا مع لي في طاحو، وهادي وما كنت يعود لينا، والخدمه ما قيساش بزاف. هاو واحد يحسبك بعدا يدخلك الخدمه، وهادي دابا عرفنا كورونا، ولكن كورونا تعاونوا معانا، تعاونوا مع بعضياتنا، نديروا مع بعضياتنا. مشيت نقول لكم لا اله الا الله. انا دابا نهار الاثنين، دابا الناس قال لك عطيونا السوارت، هاد الدار اللي مريحين حنا، يلاه فين غنمشيو؟ نمشيو نديرو في الزنقة، حيت ما قيتش الخدمة نكون قيتها أنا، كون رمتي هزيت مراتي ومسكر على راسي وأني خدام، قلت أنا نطالبها بالخدمة، الخدمة ما كايناش. أو معناها كي غنديرو تنعيشو هاد العيشة هادي، وعيشو كاع الناس كاع كاملين. أو
انا تنظر على راسي دابا، حيت راسي يعني انا اصلا دابا زيرو دايره مع الديس. بزاف ديال الناس تيقول لك اه هادو دايرين، هادو بزاف داروا، هذا اش درنا وداسي كامل درنا على قبل الخدمه، على قبل الخدمه حيت ما اي جهاز ابار اللي كنت انا عادي، كنت عادي انا ابار ما كنتش كتنقي كاع الخدمه، انا اصلا اصلا ما قيت كاع الخدمه. انا علاش علاش اختارنا الصغرى وبغينا زعما نديرو ساعات وبقينا تم حنا ماكينه، زعما حنا ماكينه كل واحد تضرب على راسو. حنا كون لقيت الخدمه انا وانا ود انا ود بنت الناس هادو، كون لقيت الخدمه انا كنا انا دابا هي مسكين قالت لي خدم، وهذاك قلت لها لا انا والراجل انا اللي خاصني نخدم، نسيتي نسيتي الا خاصك تخدم يعني، انا رايح في الدار وهي تمشي تخدم راه ما يمكنش، خاصني انا بعدا نخدم انا بعدا. تمشي يقول لك اه مراته قدام عليه، لا خصني انا نقل الخدمه انا بعدا، هذا نشوفه من ديرو. بزاف ديال الحوايج عايز حبهم دابا حنا تنضحكو، هذا بالواحد اللي تتقي تضحك بزاف ولي ولي مقصح، ولي مقصح الصراحه ما كذبت عليكم. هاد الهضره اللي تنقول فيها راه واقعيه، والله الا عايشي لها واقعيه ومأزم من المزيان. واش انا ام الدبلومات عيت من ندفع السي في، عيت من ندفع لهنا، عيت من ندفع للشركه، واخا واخا نشوف لك نشوف لكم ما قيت حتى حاجه ما قيت. يلا وشكون اللي غيوقف معاك؟ شكون؟ ما كاينش اللي يحس بك، ما كاينش اللي يحس بك. اللي ملي تيشوفونا هذيك الضحيكه في اليوتيوب تنديروها تيقول لك واقيلا راه راهم راه عندهم ولاباس عليهم وما خاصهم حتى خير. تنبغيو نبينو هذيك، تنبغيو نبينو هذيك هذيك الضحكه ديالنا، بس الناس يدخلوا عندنا بالسويه نسويه بعدا نروجها بما خدمت انا. بس انا اصلا علاش دابا داير هذيك القناه؟ حتى بس نروجناها في كورونا، بعدا تدينا واحد السويه الحصيصه بعدا تنقوم من ناكلو بعدا. هاد بالا زعما انا زعما اليوتيوب ولا غيعيشني، راه انا عند الخدعه عند الصنعه ديالي اللي غتعيشني، ولكن ما قيس انا حتى درت سيدي الكهرباء، عندي سبعه الخدامي، عندي سبعة الحرفات، وما كاينش معامل، ما كاينش معامل، ما كاينش اللي عقل عليك. هذيك الهضره خاويه بنادم عطينا بدواوة، ما كاين والو، ما كاين والو. حتى درتي التكوين درتي هنا وفي الاخر قريتي تقريتي وفي الاخر بزاف هادشي بزاف. عينا كاع عينا من الصباغة هادي، عينا منا عينا منا والله حتى عينا. انا راه عييت بزاف، وانا باغي دابا نخدم ما قيت كيفاش نخدمها، وانا كي غادي نعيش هاد السيدة وسيد مراتي مريضة أنا كي غادي ندير؟ ترى بزاف هادشي، أنا وضيت مرتي مريضة دابا ما الزمع حتى حط لينا الفلوس وقعنا في مشكل، وقعنا في مشكل، ما كاينش اللي يعاونك، ما كاينش اللي يحس بك، ما كاينش اللي يحس بك في الدنيا، غير من الله سبحانه وتعالى. تنصلي ديما ونطلب من الله سبحانه وتعالى تشوف معانا ويقادنا، أنا نعيش مع هاد الإنسانة. هاد بالهم الناس تيشوفونا تيقول لك هذاك شو كيدير شو كيدير، انا باغي نعيش انا ما بغيت حتى حاجه، بغيت نعيش انا باغي نعيش. هاد بالهم الناس تيشوفونا بحال هكا تيقولوا هادو صافي بخ عليهم راه به خير. انا بس انا باغي نخدم وما قاس الخدمه، انا ما قاس كل ايد المساعده، عييت من قلب عييت من دير. خدمه ما كايناش ديبلومي بصنعتي التكنولوجيا ديالي وما خايت حتى حاجه. بغيت دابا حتى هما دابا هما غيخرجونا بعد نهار الاثنين، فغير مشان هو بنت الناس بقاو في الزنقة، ندور في الزنقة، يلا حتى نشوفهم نديرو. ما عديش فين غنمشي، ما عديش والو. انا عارف الخالد الدنيا عاوننا ياك، عاوننا وقاد بينا ودار بينا ودار بينا ودار بينا، الله يكثر خير. ولكن قال لنا ندير لكم مناجر وغادي نعاونكم وندير لكم. انا عارف المناجر تيتقلب على الناس ديالو الخدمه، انا ما تنعرفوش تيبقى يقول لك لا كورونا، اي كورونا تحيد فين الخدمه اللي غتبقى لينا؟ انا كون بقى لنا زعما حتى المناجر تيشوف لنا الخدمه راه نصوفي راسي. واش انايا واش انا المناجر تنعرف الو السلام عليكم اجو ديروا هاد الخدمه، اجو ديروا الاشارات، اجو ديروا اجو ديروا اجو تولي تنعرف المناجر مشي من تمايا. ملي صافي بسلامة راه ما راه كورونا، انت نعرف الناس هما تيديروا اشارات، انا على راسي وعيني هو عزيز عليا وظريف، ولكن ما شاف لينا والو، خلانا هكاك، خلانا هكاك، ما شاف لينا حتى حاجه، ما شاف علينا، عطينا تقولنا واخا واخا وما كاين حتى حاجه.
نعرف مناجر هو اللي تيشوف لنا الخدمه، هو اللي تيشوف لنا كلشي، هو اللي تيشوف لنا كلشي، هو اللي تيقاد بينا، هو اللي تيدير لنا التصويره، هو الامام، هو اللي تيقاد لينا السي كامل. اه يا قال لنا مناجر، المناجر هو اللي تيشوف الخدمه ويقول لك اجي من هنا وجا من الليل، ما كاينش لها عقل عليك. اه وانا عارف يشوف لي يقول لي اجي اجي احسن هو عندنا واحد، عندنا واحد البروجي، هذه هذه عندنا واحد الاسعار يخدم اخ خدمنا يقول لنا هذه من هنا هذه من هنا، او ما قص خدمه ونزيد حتى هنايا وحتى انا ما موقفش معنا حتى هكا، يقول لي احساس هذه هنا نديرو كليب نديرو هنا ونتطور وحنا غادي مطورين. او هي الدنيا مسكينه كاع الطموح اللي كان عندها ملي دابا طلع عند المشكل صافي مرضت 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 ما بقاش حامله حتى راسها حامله كاع تبان كاع التصوير كاع عاد تولي انت بانا بوحدي في القناة ديالنا، الدنيا صافي كرهت كرهت ما بقات حاملة هاد السيد، حيت ما بقاش لي 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 زعما يعاوننا، ما بقاش هو اصلا خلائي يعاوننا في الاول، ولكن هو ياك هو مناجر يعاوننا حتى في الخدمة، انا كون قال لي الخدمة كون راه دابا راه بخير. زعما مسي هي قال لنا اشهارات كما داكشي المحتوى ديال الشهرة، الشهرة انا ما عطاتني والو، شنو عطاتني؟ عطاتني حتى حاجة، ما استفدت منها حتى حاجة، اش مستفدت؟ هي استفدت حب ديال الجمهور، أنا تنبغيهم وتنموت على الجمهور ديالي، ولكن الخدمة ما تقيهاش، ما تقيهاش حتى تدبر على راسك ومصور وما عندك ما عندك والو، مصور ما عندك حتى درهم في جيبك، أو راه بزاف هاد وقولوا احنا المناظر هذه راه غيشوف لينا ما جاب لينا والو ما عطانا لا والو عطا نقع والو ما كنت واخا دابا نشوف لكم تبقى لكم واخا تنشوف لكم وما كاين حتى حاجه. هاي الدنيا كاع كرهت الموسيقى وكرهت الزبد كامل كاع تقول هنا راه ما كاين حتى حاجه والو واخا اللي دار يدار مع ابن المان اولا كنت بالواجهات ولا كنت بمعرفه كنت بهادشي تولي ولا دابا هنا انا شنو هذا باين هذا نهار اثنين يقول لك يلاه بالسلامه انا كغدير وانا ما خدامش كون كنت خدام بعدا انا ما خدامش اصلا خاصني نخدم ما قيتش فين تخدم ما كاينش فلاس كل واحد تيضرب على راسو ما قيتش كيفاش ندير انا والله هي انا بغيت نعيش انا انا ودنيا حاجه بسيطه ونكون تخدم مع علاقه الحال حتى انا ونكري المرسي وندير ليها وندير لها وفعل لها وفعل لها او ما خاص حتى الخدمه مسكرين راه بزاف راه بزاف الكورونا راه كان شويه دابا الحمد لله بدات تنقص والحمد لله راه دابا راه ولات بخير السي ولا كلشي بخير ولكن نتمناو الخير نتمناو الخير انا بعدا دابا خاصها اللي يعاوني انا كي غادي ندير دابا كي غادي ندير يعاوني بعدا تشوف لي الخدمه وخاصني نكرب شي حاجه بما بدا الخدمه ديالو نتهز بعدا نوقف على رجليا انا اصلا ما كي غادي ندير دابا قلنا اليوتيوب الناس ما بقاوش باغيين يدخلوا عندنا المهم راه راسين ديال هي دنيا عند احساس وكاين واحد دنيا بالنا الا باغي شي واحد يعاوننا زعما يدخل عندنا ويشوف المحتوى ويشجعنا الجمهور ديالنا اللي تيبغينا شجعنا انا حنا ما تنبغيش نبينو زعما تنبغيش نبينو الضعف ولكن عادي راه حنا كاع حنا كاع فقراء حنا كاع مع الناس انا مصور ومع الديش يلاه اسم الصوره هادي اسم الصوره اللي ما عندك حتى حاجه ما عندك حتى درهم في جيبك اسم الصوره هادي من صغر هادي لي ما كنتي وقف معاه انا ما باغي حتى حاجه بغيت الخدمه انا سولي باغي دابا انا كنت نتمنى من المغاربه كاملين يشوفوا هاد الفيديو ويحاولوا يحسوا بينا حيت كاينين شي وحدين تبقى وا تيقول لك هذاك راه واصلين راه ما بخير ما حنا ما بخيرين المهم نعاود لكم خاصي المهم نتمنى من المغاربه كاملين تاندو معانا ويحسو بينا في هاد الوضعية اللي نطيح فيها انا بما نوقف على رجليا انا تنبغيكم كاملين المغاربة ديالنا وتنحب الوطن ديالنا وتنصر سيدنا سيدنا يعاون وكلشي يعاوننا المهم يلاه بسلام عليكم وتنبغيكم المغاربة كاملين. شكرا على المشاهدة اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك.